السلام عليكم. الشيت بيبقى عبارة عن بوردة موجودة حدود، وبيبقى هنا فيه المعلومات، وبتبدأ تحط جواه الفيو بحيث ان هو يظهر معايا بالشكل دوت. ممكن تحط اكتر من فيو في قلب الشيت، وبعد كده بنبدأ نشوف هنبدأ نسمي الملفات دي ازاي. ففي طرق كتيرة هنشوف طريقة منهم، وهي ان انا هنا في الاول هكتب اسم المشروع او رمز المشروع. ممكن يكون رمز المشروع مثلا اكس واي زد 1 2 3 مثلا، وبعد كده هنشوف الديسيبلين architecture structure وهكذا. وبعد كده في model file type نوع الملف، وبعد كده تقدر تحط انت مثلا، في ناس بتحط مثلا تاريخ، في ناس بتحط رقم متسلسل يعني 001 002 وهكذا، زي ما هنبدأ نشوف في الأمثلة اللي هتيجي بعد كده. ده مثلا اسم المثال، مثلا هنا ده اسم المشروع هو، وبعد كده حسب architecture أو structure أو وبعد كده بتبدأ تشوف ايه التسمية اللي انت تعملها، وفي الآخر الامتداد بتاع الملف. هو حاطط لك هنا ديسيبلين بحيث انه سهل عليك، بيقول لك مثلا لما تلاقي حرف جي يبقى ده جنرال، لما تلاقي مثلا سي يبقى سيفل، ال يبقى لاندسكيب، اس يبقى ستراكشر، ايه يبقى اركتكشر وهكذا. وبعد كده بقى الحروف اللي بعديها او القسم اللي بعديه، لو هي لوحة جنرال هتاخد مثلا جي سي يبقى ده جنرال كونتراكت، جنرال انفورميشن جي اي وهكذا. حاطط لك بقى كود، هتلاقي حاجات مثلا السيفل عندك سي اي عندك سي ان، كل قسم من الاقسام لبعض الاختصارات اللي هتبقى موجوده، بحيث ان انا افرق مثلا بين البلامنج والفاير، وبين البلامنج بايب والبلامنج اكيوبمنت. وبعد كده ده بقى الموديل فايل تايب، ايه المعلومات اللي موجوده. هتلاحظ ان في بعض الحاجات مكرره، يعني ال جي ممكن تلاقيها مكرره، دي تي الديتيل مكرره. هيفرق بينهم الرموز اللي كانت موجوده في الاول قبل الدي تي، تمام؟ يعني لو اي ار دي تي يبقى دي التفاصيل بتاعت المعماري، اي ال مثلا دي تي يبقى التفاصيل بتاعت الكهرباء. ده مثال مثلا اسم المشروع، وبعد كده طبعا القسم، وبعد كده الامتداد. ممكن الامتداد ده يختلف من برنامج لآخر. وبعد كده الجزء بقى اللي بعد كده ممكن تتفق ان هو مثلا يبقى رقم مسلسل مثلا، مش تمثيلية، لا رقم يعني ورا بعض 001 002 وهكذا، تمام؟ بحيث ان الغرض من الطريقه ديت ان انت تعرف المحتوى بتاع الملف من غير ما تفتحه، مجرد ان انت تبص عليه تعرف ده مثلا معماري ولا انشائي ولا كهروميكانيكال وده الدور كام، فما تاخدش وقت كتير تفتح 15 ملف لحد ما توصل.